صايل في ختامي الختاميات، في ختامي الوثبة لهذه الانطلاقات والتحديات المثيرة. ثالث أيامنا من هذا الختامي على بركة الله وتوفيقه، حيث انطلق شوطنا السابع المخصص للجعدان فئة المحليات الأصايل بشعارات مميزة بأسماء جميلة قادمة من كل حد وصوب هنا في ميدان الوثبة، حيث نسير دائما كالعادة إلى المقدمة مع المركز الأول بهذه الاندفاعات والتحديات المثيرة. تمنياتنا لكافة هنا كافة المشاركين بهذه الشعارات بالتوفيق والسداد والنجاح في كافة انطلاقاتها وتحدياتها المثيرة، مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول. هذا هو المهندس سلطان بن محمد بن بخيت العريانياتي على الصدارة الأولى، النقلة إلى المركز الثاني، الوصول من مياس، وصل في هذا المسار سيف بن سالم بن سيف النيادي اللي احتل المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث، الواصل هنا كبندر محمد بن درويش بن عاطف المزروعي هنا خذ المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع. يا سلام يا سلام، ياهو قدوم، ياهي اسماء، ياهي زحف هنا من المراكز الخلفية، ولكن اللي واصل نبه محمد بن سالم بن راشد الهاشمي المركز الرابع هنا. القادم هنا كريمان سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يتقدم في هذه اللحظات، وياتي هذا الشعار، شعار كبير ومميز في عالم سباقات الهجن، وخذ له نقطة في ختامي الوهبة ومع سن الحجايج. بينما المركز السادس القادم والمتقدم عديم عمر بن عيد بن سالم القنوبي هنا ياتي في هذا الانطلاق. المركز الثامن اللي قادم هذا هو الدرع سيف بن محمد بن سيف العرياني. بينما المركز الثامن ثامن التحديات والإثارة القادم في هذه اللحظات هذا هو شاهين مبارك بن محمد بن مبارك بالطماطم العفاري. المركز التاسع القادم في هذه اللحظات الواصل في هذا المسار هناك سعيد بن عبد الله بن ضاحي هناك ياتي في هذا الشوط، ولكن أشوف المركز العاشر اللي وصل اللي تقدم اللي حضر في هذه اللحظات السامي السامي علي بن سالم بن صروخ النعيمي. هكذا النتيجة، هكذا العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذا المسار. يا سلام يا سلام، ياهي شعارات أسماء هنا، أسماء وسلالات مميزة هنا في هذا الشوط وفي كافة أشواطنا. يا سلام، نعود إلى المقدمة الأولى، نعود إلى الصدارة الأولى. تابع يا من تتابع، تابع هذا الرقص الجميل، البداية والمقدمة مع المركز الأول ما بين شعار بن عمير وما بين شعار العرياني هنا في هذا المسار في موقع واحد في مسار واحد في تحدي ثنائي هنا على البداية الأولى. ولكن ريمان سعادة مطر بن حمد بن عمير الشامسي يتقدم على البداية الأولى ويقدم لنا ريمان في هذا الشوط المركز الثاني. هذا اللي ما يبنى له طاري، الحذر احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي هنا ياتي بانطلاقه الحذر، يتقدم مع انطلاقه الحذر على الصداره الاولى. ولكن عديم وصل، تقدم عديم عمر بن عيد بن سالم القنوبي هنا ياتي في هذا المسار يقدم لنا عديم في هذا الانطلاق. المركز الرابع الواصل مياس، تقدم مياس هنا سيف بن سالم بن سيف النيادي. بينما المركز الخامس القادم هنا هذا هو بندر، وصل بندر محمد بن درويش بن عاطف المزروعي هنا يقدم لنا هذا الإساء هناك أيضا في هذا المسار الجميل
الجبل. يا سلام يا سلام، ياهو رقصة، ياهو رقصة، ياهو تحدي، ياهو إثارة. هذا هو السامي، هذا هو السامي، علي بن سالم من صروخ النعم. يا سلام، ياهو تجمع، ياهو شوط، ياهي سرعة، ياهي سرعة. منصة الوهبة بانت، منصة الوهبة بانت، ولكن عزام مطر من خلب بن مطر بن علوان ما يبنى لطاري إلا في هذه اللحظات. يا سلام، الكيلو والميتين، يهل اللقاية، يهل المحليات، يهل الجعادين. يا سلام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود مع المركز الأول بهذا التحدي الجميل بانطلاقة عزام. ودخلنا الكيلو متر الأخير، مطر بن خلف بن مطر بن علوان ياتي بانطلاقة عزام على الصدارة الأولى. راح عزام، راح، بدأ يباعد على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني القدوم عديم 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 عديم، وفي شكل عديم عمر، أو هناك أيضا عمر بن عيد بن سالم القنوب ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث الواصل الحذر احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، ولكن البدايه وين؟ الصداره وين؟ عزام راح، عزم على الشوط وشل، عزم على الشوط وشل. هناك منجز سعيد بن عامر بن سالم المغيري، اهالي السلطنه، اهالي السلطنه، وبالتحديد اهالي الواصل يتقدم هنا في هذه اللحظه. هناك ايضا ولكن اهالي المشرف هنا على البدايه الاولى. يا سلام، خلي بالك يا صالح، القادم هناك منجز، ولكن خلاص 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 خلاص. سلام الى السلطنه، سلام سلام الى المشرف، سلام، تهانينا على فوز عزام. مشكور يا ابو خلف، مشكور، تهانينا. مطر بن خلف بن مطر بن علوان المركز المركز الثاني، منجز سعيد بن عامر بن سالم المغري المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام وصل وتقدم مشاهدينا في هذه اللحظات والم سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي. والمركز الرابع وصل وتقدم في هذه اللحظات مشاكل راشد بن سعيد بن مبارك الفلاسي. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام كان من عديم عمر بن عيد بن سالم القنوبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك ايضا ياتي صاحب العوائد وصاحب افضل توقيت هناك ايضا في مهرجان المرموم وفي ميدان سيف العرب، ويعيد هناك ايضا انجازه. تهانينا والناموس المطر بن خلف بن علوان. وهناك ايضا اعزائي المشاهدين ولا ننسى الابيات عندما يقول هناك ايضا ببكره غير بكره كاني بغيت اشارك الناس. هناك ايضا هذا اليوم ياتي هناك عزام هنا في هذا المسار. مشكور الحبسي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 22 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. بينما المركز الثاني هناك ايضا منجز سعيد بن عامر بن سالم المغيري بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 24 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. بينما المركز الثالث هذا هو والم سعيد بن ناصر بن حميد الهاشمي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 24 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس هناك ايضا على هذا الفوز. أشواطنا مستمرة والتحديات مستمرة دائما في كافة الانطلاقات، فتاني الناموس كافة الفائزين.